يعتمد قرار الشراء في معظم الأحيان على جودة المنتج، بحال كان سلعة أو خدمة تتمثل جودة المنتج بمطابقته للمواصفات الموضوعة، وبالتالي قدرته على إشباع رغبات المشتري وتحقيق المنفعة المرجوة منه. فكيف ممكن اليوم نعرف جودة المنتج قبل ما نشتري؟ أكيد. وما المقصود بالجودة؟ الجواب رح يكون مع ضيفتنا بالاستوديو الاستشارية نتالي الطويل، ماجستير إدارة الجودة ونظام الإدارة المتكاملة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيكي. صباح الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. أهلا وسهلا فيكي مدام. خلينا نحكي بالبداية شو يعني الجودة. يعني دائما مثل ما كنت عم تحكي تحت الهواء أنه نحن بنشوف السعر ومننسى هذا المنتج شو الجودة تبعه، فخلينا نعرف مشاهدينا شو هي الجودة. الجودة هي عبارة كمفهوم كواليتي، هو عبارة أنه المنتج يفي متطلبات الزبون الكاستمر، يفي متطلباته من خلال الخصائص الموجودة فيه، سوية الجودة الموجودة، وكذلك بالنسبة لعدة أمور. نحن مثل ما تفضلتي بنطلع على السعر، بنطلع على الخصائص، بنغض النظر عن موضوع الجودة كجودة مكونات، جودة بروسيس عمليات أثناء التصنيع. الجودة كمان بتاخذ منحيين، عندنا الجودة من حيث المنتج والجودة من حيث الزبون، نحن نظرتنا لهذا المنتج. فبالنسبة للمنتج طبعا بشوف بالنسبة له خصائص الجودة، بشوف التكلفة المناسبة بالنسبة له، بشوف كمان المراحل التصنيعية بالنسبة له كمنتج بده يعطيه آخر شيء فينيش برودكت. بالمقابل عنا يا المستهلك مثل ما تفضلنا بياخذ انه المتطلبات، هالمتطلبات هالمنتج عطايا بسعر مناسب، بصلاحيه مناسبه، بمكونات، بخصائص مناسبه. طبعا بعود انه كمفهوم الجوده هي عباره عن بناء ثقه بين المنتج وبين المستهلك الزبون. طبعا والانعكاس هذا بيكون على المنشأة الصناعية، لما بيكون في ثقة صحيحة بين المستهلك كزبون وكمنشأة صناعية، فمنلاحظ انه الزبون بيرجع بيحب انه ياخذ نفس المنتج، لانه بيكون في بالنهاية منافسة بين المنشآت الصناعية للمنتجات المماثلة. اكيد. خلينا نحكي بما انه عم نحكي عن المنشآت الصناعية، ونحن بنعرف من زمان كان في كثير من المنتجات انطبعت بذاكرة السوريين لهلا يمكن بيقتنوها لانه صار في ثقة بينهم وبين يمكن هالمنشأة أو يمكن جودة هالمنشأة. فخلينا نعرف اليوم المنشآت الصناعية شو هي السمات اللي لازم تكون موجودة بإنتاجاتها حتى فعلا تبني جسر ثقة. ونحن بنعرف كثير يمكن من الإنتاجات السورية اليوم منها ما بيكون عليه مواصفات منيحة، ومنها بيكون في مواصفات منيحة، لكن الوضع الاقتصادي يمكن الناس بترغب بالشيء اللي بتقدر كمان تشتري، فهي مشكلة. خلينا نعرف منك كمان كيف ممكن الإنسان يقتني شيء بسعر يعني يكون معقول. تمام. هلا بالنسبة للمنشأة الصناعية منظورها للكواليتي او الجوده دوما من منظورين، منظور داخلي ومنظور خارجي. رح نتطرق على الموضوع الداخلي. الداخلي دوما بشوفوا جوده الاداء، انا عندي مجموعه عمليات مترابطه ومتفاعله مع بعضها از بروسيس. بالنسبه للجوده بكل مرحله بتساعدني انه اخفض الهدر بالنسبه لهذا الموضوع، اعمل عمليه تاهيل للكوادر الهيومن ريسورس عندي، هالموارد البشريه الموجوده عندي. متى ما صار عندي تاهيل فانا بالتالي بخفف من عمليه الهدر، بعمل عمليه شيء اسمه اعاده تدوير، التنميه المستدامه اللي كثير بنسمع فيها اللي هي عباره عن ريسايكل. يعني ممكن انا مثلا باحدى المعامل بنلاحظ المي عملية التنظيف تلاحظي انه بيستخدموها مرة واثنين وثلاثة، بيعملوا عملية ريسايكل لها. فهذا بخفف طبعا من عملية الهدر. من الناحية الخارجية بيساعدني كثير انه اعمل عملية ضمان الحصة السوقية. شو مقصود فيها؟ الميزة التنافسية. رح نلاحظ انه بالنسبة لهالمنشأة مثل ما حكينا انه المنشأة في مثيلات بالنسبة لها بنفس المنتجات، فلما بتخفض عملية الهدر رح ترفع ضمان حصة السوقية لها، يعني رح يصير في عنا شيء اسمه ميزة تنافسية بين هالمنتجات المماثلة، بالتالي المستهلك اللي هو الزبون رح يروح يلاقي في تفاوت بالأسعار بسبب التخطيط الصحيح بالنسبة للمنشأة الصناعية. لما بتخطط صح بخف الهدر، وبالتالي تخفيف هذا الهدر رح يؤدي انه التكلفة رح تقل، وبالتالي السعر رح يكون مناسب للمستهلك. وجسر الثقة طبعا بيكون صار متين بين المستهلك وبين المنتج. نعم.
نعم، يعني ايضا خلينا نحكي قديش نحن بحاجه لنعرف مقدار الاهميه او اهميه الجوده بالنسبه للشخص للمنتج وايضا للمستهلك، وهل اهميته لعند المنتج هي اكثر من عند المستهلك والعكس صحيح؟ خلينا بس نشوف اذا في توازن بهذا الموضوع. التوازن اكيد موجود بين المنتج وبين المستهلك، المنتج بهمه بس كمان من المستهلك اكثر. اكيد ببعض الامور هو المستهلك، بس نحن للاسف الاضاءه عم بتكون عند المستهلك قليله لموضوع الجوده الكواليتي، خاصه نحن بمنتجاتنا السوريه اللي عطت بصمه كثير قويه ووقع كثير قوي. صحيح. خاصه خارجيا وداخليا، ملاحظ خارجيا القطن مثلا موجود عنا او المواد الغذائيه فعلا عطت بصمه كثير الى اوروبا، كلها معلبات من عنا. تماما يعني تماما. فنحن بسبب انه لازم نحن لما بناخذ، انا كمستهلك بدي اشتري المنتج لازم شوف شغله اللي هي علامه الجوده، المواصفات مطابقتها للمواصفات سواء التشريعيه عنا او المواصفات الايزو مثلا العالميه الاخرى. فخليني بس اطلع انا لما باخذ هالمنتج شوف خدمه الزبائن، هل يا ترى هذا المنتج لما عم بشتري موجود عليه خدمه الزبائن؟ هذا حق الزبون على المنشاه الصناعيه انه انا اعمل عمليه فيدباك، اعمل عمليه أعطيهم معلومات. هالمعلومات ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية. الإيجابية لما بكون استبيان الزبون، رضا الزبون، والسلبية لما بكون عندي شكوى الزبون. فأنا صارت معي كزبون كنت عم بشتري منتج إكس من المنتجات، فصار مثل حساسية بالنسبة لي ولعائلتي. اتصلت مع الشركة أعطيتهم خبر حتى أخذوا العنوان والموضوع وكذا. بعد شي أسبوع لقيتهم عم بيبعثوا لي مثل تيست، مدام نتالي اذا بتريدي جربي لنا هذا المنتج. فلاحظت انه في اهتمام، اخذوا الشكوى بعين الاعتبار وعملوا شيء اسمه فعل تصحيحي اللي بنسميه كوركتيف اكشن، اللي هو الفعل التصحيحي انه صلحوا هالمشكله اللي صارت عندهم، وبالاضافه الى التصحيح عملوا شيء مناسب اللي هو عدم اعاده الخطا مره ثانيه. فلاحظي الاهتمام. فانا بنصح دائما المستهلك لما بتشوف السعر والصلاحية الإكسباير ديت أكيد شيء مهم جدا، بس بالمقابل شوف لي موضوع الجودة، علامة الجودة، هل موجود عندي آيزو؟ هل موجود عندي متطلبات مثلا مواصفة قياسية عم بتلبيها؟ هل موجود حتى ببعض الأمور البسيطة بتلاقي الغلاف مثلا، الطباعة، صح. بعض الأمور بتلفت نظرك أنت كمستهلك أنه لا هذا المنتج غير، تمام؟ هي شغله. وشغله ثانيه مثل ما قلت لك خدمه الزبون، خدمه الزبون كثير حتى بتعطي جسر تواصل بين المنشاه من طرف وبين المستهلك الزبون من طرف ثاني. تمام. نعم، يعني ناتالي يمكن دائما المستهلك اكثر شيء بتضرب عينه عليه هي مده الصلاحيه، ما كثير بيقرا مثل ما قلتي مواصفات الجوده. هيك نصيحه سريعه لكل حدا فعلا ان كان منشأ او كان مستهلك لحتى يقيم بشكل صحيح جوده المنتج. تمام، بالنسبه للمنشأة الصناعيه الجودة هامة، لأنه هلأ في توجه كبير بالنسبة لمنشآتنا الصناعية، خاصة بعد ما قلت لك نحن عنا المكونات كتير بالمكونات السورية لها جودة عالية. صح. فنحن التنافس صار في عنا ميزة تنافسية وقدرة إنتاجية عالية، بس عنا المشكلة بموضوع الالتزام للمنشآت الصناعية بتطبيق هالمواصفات. لما أنا بطبق هالمواصفات بشكل صحيح فأنا صار عندي بقدر نافس وبقدر أعمل بصمة بهالمنتجات المماثلة. هي بالنسبة لمثل ما قلنا المنشأة الصناعية اللي هي بتقدم لي المنتج أو بتقدم لي الخدمة كمان. نحن الخدمة بنحكي فيها. وبالمقابل بالنسبة للمستهلك، المستهلك مثل ما قلت لك ما بكفينا موضوع السعر والصلاحية، لا خليني شوف العبوة. حتى في بعض الأشكال الخارجية تلاقي ممكن منتج غذائي آخذ مثل مثلا بعض الصدى أو بعض تلاقيه آخذ ضربة لنفرض أو الصدى أو هذا الشيء كله من جودة المنتج. صحيح. لأنه نحن بكل مراحل هالبروسيس العمليات والأنشطة اللي مثل ما قلت لك متداخلة من A to Z لازم يكون في عملية مراقبة وكنترول عليها. كثير حلو هذا الحديث، وخاصة هلا احنا يعني لفتنا نظر المشاهد لأنه بس بده يشتري شغلة يبحث أول شيء عن الجودة. كثير بدنا نتشكر وجودك معنا وأيضا المعلومات يلي قدمتيها الاستشارية وماجستير في إدارة الجودة نتالي الطويل، أهلا وسهلا فيك. ميرسي وشكرا. شكرا نتالي لوجودك معنا.